بيروي الإمام النسائي دعاء لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنت ممكن تسميه دعاء التطور المستمر. كان يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد. نعيم مادي وصحي ومعنوي وتعليمي لا ينفد ويظل في زيادة. وقرة عين يعني راحة وبرودة العين، انبسطها لما تشوف حالي نفسي ووضعي وشغلي وعيالي لا تنقطع. يا رب دايما كل ما أشوف حالي أبقى في قرة عين لا تنقطع. لكن الحقيقة إن في أفكار هدامة ومعيقة لهذا التطور، وهو إن الإنسان يبقى دايما منتظر ومؤخر خطوات مهمة في حياته هو محتاجها عشان يحسن ظروفه، هو منتظر الظروف اللي حواليه أو طبايع الناس هي اللي تتغير. حالة من تقزيم النفس المستمر أمام الواقع وهروب من تحمل المسؤولية في التغيير، وكأنه بيقول دايما المشكلة مش عندي، المشكلة في الظروف اللي حواليه. ومن أروع المشاهد المتكررة حديثا في بلدنا مشهد الرجل الطيب السوري شيك اللي واقف هو وابنه أو حفيده بيبيعوا حلويات في الشارع في مشهد بسيط جدا. هو شكله مش وش بهدلة، لكنه واقف من صباحية ربنا عشان لقمة العيش. هو لو اتكلمت معاه هتلاقيه تاجر قماش كبير ولا مزارع خسر كل شيء في الحرب. ظروفه ممكن تدفعه إن هو يتجه للإجرام أو الإرهاب أو الاعتراض الصارخ على أقدار الله اللي حطته في الظروف دي، لكنه بص لنفسه هو ممكن يعمل إيه؟ واستجاب لوصية سيدنا رسول الله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كأنه سأل نفسه: أنا بقى مطلوب مني إيه؟ إحنا شوام مشهورين بالحلويات، هقف بسم الله أبيع حلويات في الشارع. عشان كده لما تسأل واحد أنت تأخرت على معادك ليه؟ يقولك أصل الزحمة. طب ما غيرك وصل في المعاد. أنت ليه ضربتها بالقلم؟ أصلها عصبتني، كل حاجة من بره أصلها عصبتني. طب ما غيرك لما تعصب تحمل مسؤولية أخلاقه. بتمد إيدك للحرام ليه؟ أصل ربنا حاططني في ظروف ضيقة قوي، لو كان أغناني ما كنتش خدت رشوة. رغم أنه مستور وحاله أحسن من ناس كتير عندها مشاكل وما مدتش إيديها. لدرجة أن هذه الفكرة الهدامة انتظار الظروف تتحسن يفضل الإنسان شايلها لغاية ما يروح لربنا يوم القيامة، وربنا يقول له: أنت ما اهتديتش ليه؟ أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فيرمي اللوم على ربنا، فربنا يقول له: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. الفكرة الهدامة دي وهي انتظاري لتغير الظروف أو انصلاح حال الناس عشان أبدأ أتحمل مسؤولية نفسي، الله رد عليها في القرآن في آية حفظها لكل المسلمين. قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لن يضعك الله في عقبات إلا ويقينا هيديك الأدوات اللي تعرف تخرجك من هذه العقبات. ربنا ما وقفش سيدنا موسى أمام فرعون إلا بعد ما أعطاه عصا موسى: ولا يظلم ربك أحدا. وسيدنا علي بن أبي طالب يقول لك: داؤك منك ولا تبصره، ودواؤك فيك وما تشعره، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يبقى رقم واحد عشان تتخلص من هذه الفكرة الهدامة: اعتذر للأعذار. لما يجي عذر كده خارجي اعتذر له، قول له: لا أنا مش ناوي أتبعك. لا تنتظر تغيير أحد، وتأقلم أنت على الأوضاع. ما تخليش حد بسوء أخلاقه يخليك وحش من جواك. املى نفسك بالإنسانية وتحمل مسؤولية نفسك وتغييرها وانضباطها وتطويرها، لأن كل واحد فينا هيموت لوحده ويدفن لوحده ويبعث وحده ويحاسب وحده. فلا تلقي بالعتاب واللوم على الظروف أو الأشخاص، وابدأ بتحمل مسؤولية نفسك حتى تمثل بين يدي الله وانت عملت اللي عليك. فاللهم يا رب أعطنا القوة التي بها تتبدل الأحوال، وأعطنا اليقين الذي به تتحقق الآمال، وأعطنا الإخلاص الذي به تقبل الأعمال.